نعم. لا أنا مقاطع تسجيلا واقتراعا. لا قطعا لن أشارك نهائيا. لا إن شاء الله حنشارك. لا ما بدي أشارك. راح نشارك في الانتخاب؟ لا لا أكيد راح أشارك. تبين مما سبق أن جميع هذه الانتخابات النيابية فاشلة تماما، وهذا الفشل أثبت نتيجة السنوات السابقة. خذ هذه البطاقة تثبت وطنيتك ورغبتك بالنظام وبالقانون وبالعدل. ما يعني ما يغطي كل طبقات المجتمع، يعني في ناس راح تتضرر كثير. بعرف أن الصوت الواحد هو صوت مش صح يعني أصلا، لكن إحنا بدنا نجرب المرة هاي. لأني أنا أصلا كنت أشارك، بس هاي أول مرة فيها أني ما بدي أشارك، لأنه صراحة مش عاملين إشي للبلد مرة. يعني مش مقتنعة بسوي شغلة واجب وطني. الصوت الواحد دائما بيعزز الفئوية أو نحكيها القبلية والفئوية على حساب المصلحة العامة. يعني ما عندنا ثقافة لسه اللي توصلنا، فدائما الصوت الواحد بفرز إنه إيش قبلية، يعني راح ينتخب واحد أقرب شخص إله، يعني ما راح ينتخب شخص ابعد عنه. والله هي الانتخابات النيابية حق وطني لكل مواطن أردني إنه يشارك فيها، لأنه بصراحة ما بعرف كثير عن الانتخابات. وهي الانتخابات البرلمانية مجرد انتخابات يعني خدماتية، ما أبدت أي جدوى، مع أنه الانتخابات البرلمانية في العالم كامل تستطيع إسقاط حكومة وإيجاد بديل بدالها. ما حداش بيمني فيها يعني. كل المواعيد بيوعدونا فيها النواب اللي بدهم ينزلوا، بس لما يقعد على الكرسي ما بيعرفش حدا.